بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. الصيام، هذه الحالة النورانية الجميلة درسناها في الحلقة اللي فاتت، بدايتها إيه وكانت إزاي، بداية من التخفيف الإلهي في الفرضية وفي التكليف، وحتى في الصياغة القرآنية اللي نازلة بتكلف الإنسان إن هو يصوم، إزاي في تخفيفات وإزاي في استثناءات كثيرة جدا، وصولا إلى أن هذه الحالة، حالة الصيام، أولا بتعمل تقوى، ثانيا في النهاية بتخلي الإنسان الصائم في حالة توصله لليسر اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الآيات وهو بيتكلم عن التيسير، ولكن التيسير يوم القيامة. النهاردة احنا بنتكلم عن آيات بتحكي عن الأحكام الإلهية اللي بتتكلم عن حدود الصيام، حدود العلاقة الزوجية في الصيام وفي رمضان، حدود الاعتكاف في المساجد، أحكام كثيرة جدا الآيات بتبينها، وإن شاء الله نشرحها عشان نزداد علم. برحب بحضراتكم مرة تانية وأرحب بضيف ضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هداية. أهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. أنت كذلك سيدي. القرب من الله كان المعنى اللي ختم به المولى سبحانه وتعالى الآيات اللي بتتكلم عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا ريت تزيع منها من أول. طيب يعني نرجع آية نزيعها برضه. نزيعها مهمة عشان عايزين نقف عليها موقف كده. دي موضوع مهم جدا قبل ما نتكلم بقى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ناخد المقام القرب أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله أكبر، صدق الله العظيم. برضو الأمر مختوم بالتقوى. نعم، وسبحان الله القصة كلها يعني فيها مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي، وفي النهاية برضو ربنا يقول أن الغرض والغاية التقوى. التقوى، طيب حالة التقوى دي وعلاقتها بالقرب من المولى سبحانه وتعالى. وأنا برضو عايز أسأل سؤال عن الصياغة اللفظية، وإذا سألك عبادي. طيب هو المفترض أن احنا نسأل ولا ما نسألش؟ وهل الآية نزلت عشان الناس تسأل ولا نزلت عشان في ناس سألت فربنا بيجاوب؟ نعم، الله يفتح عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. على فكرة على الطريقة اللي انت سألت بها دلوقتي دي هي التي يجب أن يكون عليها الباحث في كتاب الله، لأن مسألة السؤال في القرآن جاءت في الإجابة مرة بقل ومرة فقل، والفرق بين الاثنين هو السؤال الذي سبق والسؤال الذي سيأتي أو سيسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، كأننا بالقرآن يشرح لرسول الله إن هيجي وقت زي ما حصل إن بعض الأنبياء سأل المولى عز وجل عن كنه قربه أو بعده فنناجي أم ننادي، فأجاب الله تبارك وتعالى بأنه قريب. بس أنا عايز أرجع مش آية، نص آية. إن المولى عز وجل
لما قال شهر رمضان قال ولتكملوا العدة، كأن دي حجر زاوية في صيام الشهر. مسألة ايه؟ يبقى صايم يوم ناقص يوم عامل يوم، ودي حالة بتتوجد لما تختلف الدول في المطالع، ويجي واحد كان هنا ويجي على اللي هنا. لما مثلا يجي هو مثلا من السعوديه كانت صايمه قبلنا يوم، الحمد لله السنه دي كتير صايمين مع بعضنا، ليبيا فرقت معانا ممكن فواحد مثلا كان في ليبيا فجاي واحنا معيدين، المفروض يعيد معانا لكن يبقى عليه صيام ايه؟ يوم. يوم كلمه ولتكملوا العده، لازم كل واحد ياخد باله من هذه الجزئيه في حياته ويراجع نفسه فيما مضى. كان عليه يوم، وبتجيلنا اسئله كتيره وبنوضحها، فتلاقي تمدي الواحد عليه ايه؟ يوم يومين على مدار الاوقات لازم يصومهم عشان يبقى اسمه صام ايه؟ شهر رمضان. لان التوقيع القراني قال فمن شهد منكم ايه؟ الشهر، مش الايام، الشهر، فليصومه. والرسول حسم لك الشهر في 30 يوم، قال لك اذا التبس عليك الامر فالشهر ما بيزيدش عن ايه؟ 30. عن 30، يا يبقى 29 يا يبقى ايه؟ 30. الشهور العربيه. ولتكملوا العدة اللي جاية دي علاء أرجو إن إحنا نقف عليها كلنا ونفهم إن الصيام بفرضيته من الله تبارك وتعالى على الوجوه اللي لسه هتبان دي هدية ومحتاجة شكر. ما هو بيقول لك إيه؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. هداكم هتاخدها هدى ولا هتاخدها هدية؟ ممكن أخدها الاثنين. تاخدها، ده أنت لازم تاخدها الاثنين. ليه؟ لأن لتكبروا يعني إيه؟ يعني علاء مثلا يجي الله أكبر لا، هنا الكلمة مش بمعناها، إنما بلازم معناها والمراد منها تكبير الله أي حمده. فأنت هنا لما تيجي تتلقى الفرضية دي باللي إحنا شرحناه، إحنا قلنا قال إيه؟ شال وعلى الذين يطيقونه، وقال يريد الله بكم الإيه؟ اليسر. فعين اليسر إنه يكلفك، وبعدين راح قايل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، ده فعل امر، فليصم. ولتكملوا العده، يعني ما ينفعش تصوم الشهر ناقص يوم. ولتكبروا الله، كان الهديه هتكمل لو انت خدت الشهر ايه؟ كله كامل. ولتكبروا الله اي تحمدوه على ما هداكم. وانا بقول تملي مش من سبيل الصدفه إن سورة الفاتحة تيجي على رأس الكتاب ويبقى أولها إيه بعد البسملة؟ الحمد لله. الحمد لله، وهي هي الصورة فاتحة الصلاة، يعني هي بفتتح الكتاب بإيه؟ الحمد لله، وبفتتح الصلاة بإيه؟ الحمد لله. على أن يجب أن أوضح أن هناك فرق كبير بين حمد الله التي على رأس الكتاب وحمد الله التي في بداية الايه؟ الصلاة. يمكن مش مجالها ان انا اقف عليها دلوقتي، بس انا بلفت الانظار لكده. الحمد لله هنا غير الحمد لله هنا. هنا فيها من هنا. والعكس لا. مش وقته. والحمد لله هي اخر كلام اهل الجنة واوله. مش كده؟ واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. المهم لازم نفهم الحدوتة دي. ولتكبروا الله اي تحمدوه على ما هداكم. طب احمده بايه؟ خد بالك من كلام ده، انا في شهر رمضان، انت فاكر الورقه اللي احنا عملناها؟ على فكره عايزين الحلقه الجايه هناخد فيها وقت كبير، لان فيها كلام كبير جدا من الناس بفضل الله. يعني انا اقدر اصوم تطوع في رمضان ازاي؟ يعني انا اقدر اصوم في رمضان، احنا كنا عاملين خانه صيام تطوع، هتلاقي الخانه دي طول شهر رمضان ايه؟ فاضي فاضي. يعني انا ما اقدرش اصوم تطوع في رمضان، وانت بتقول الصيام اقرب حاجه للتقوى وهي اللي تقربك وهي اللي تعملك. فنحمد الله بايه؟ ان انا احسن الصيام ده، لان انا ما اقدرش اعمل معاه صيام. مش زي بعض الناس اللي بتجتهد تقول لك انا بقى خلينا تجار نوايا ونيات، هذا كلام، اصوم بنيه الفرض وبنيه السنه وبالمره بنيه الايام اللي فايت عليا. اصل شوف هؤلاء الناس يعني هم عايزين يعملوا حاجه، بس هناك فرق بين انك تتاجر بالعمل مش تتاجر بالنية. يعني تاجر بالنية الأول وبعدين أحسن العمل. العمل العمل المتاجر، شوف قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. مش تنوون، مش مسألة نوايا، إنما الأعمال بالنيات في التوصيف، لكن في التوقيع ت
تؤمنون بالله ورسوله وإيه وتجاهدون، يبقى أنت إيه؟ وتجاهدون، يبقى أنت بتعمل إيه هنا؟ مفاعلة، مفاعلة عمل مش نية. وبعدين إحنا شرحناها قبل كده، أنا قلت الراجل اللي بيصوم يقول لك إنوي القضاء والست أيام بالنسبة للمرأة، هي أساسا ما صامتش الشهر، الرسول قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هي عليها خمس أيام في رمضان، مش هيتقال عليها صامت رمضان غير لما تخلص الإيه؟ الخمسة. ويبقى مش من حقها تصوم أي سنة إلا لما تخلص الفرض الأول، لأن ده قضاء، ده قضاء فرض، فما ينفعش تصوم اليوم بروحين. ده كلام فارغ، إن شاء الله هنبقى نبينه في آخر حلقة في رمضان، بس عشان دي مهمة عند الناس. لكن أنا عايز أقف علاء، ولتكبروا الله على ما هداكم. فأنا سألت علاء بقول له أنت هتاخدها هدى ولا هدية؟ قال لي أنا هعمل إيه؟ أنا هاخد الاثنين، دي حاجة هتهديني للتقوى، ودي في حد ذاتها هدية لأنها دخلتني الجنة. ولو ما تاخد بالك في حتة الصيام، في باب اسمه باب الصلاة وباب الحج، لكن حتى باب الصيام ما تسماش باب الصيام، اتسمى باسم مبدع يدلك هذا الاسم على ان علاء عمل حاجه في نهار رمضان، يعني امسك عن كل شيء فاصبح ايه؟ ظمآن. فعايز ايه؟ يعني ظمآن كل حاجه، ظمآن اكل وشرب وشهوه وحتى راحه، لانه يعني انا انت بتجتهد في الشهر زياده، لان عندك حديثين للرسول في منتهى الابداع، قال من صام رمضان ايمان رمضان، ومن قام رمضان ايمان رمضان، والحديثين في البخاري في الصحيح في البخاري ومسلم، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، خلاص دي واضحه حصول، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا. الله، يعني الرسول كانه القران كلفك حاجه والرسول بيكلفك ايه؟ حاجه تانية، القيام. ما بتقومش في كل السنه، قوم في رمضان وخدوا بدايه للقيام. طب هل ده ممكن يتكتب بقى في خانه التطوع في الجدول بتاعنا؟ في صلاه التطوع، لكن مش صيام التطوع، مش هتقدر في رمضان. طب هل يمكن يعني نقدر ان احنا نحسب الترقي في نوع من انواع الصيام هو نوع من التطوع؟ يعني في ناس احنا الفقهاء قالوا صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، اللي هو حتى ما بيفكرش في حاجه تغضب ربنا. بص علاء، ده رقي جوه الدرجه، بس اسمها صيام، مش هتقدر تملى خانه صيام التطوع، وده يبين لك عظمه الهديه. ده انت خد بالك. طب انا هضرب لك مثال تاني عشان تفهم كلامي. لما هنيجي في شهر مثلا شوال، هتملى صيام التطوع مش كل الايام، لكن هو في رمضان خلاك تصوم ايه؟ 30 يوم. يبقى هديه ولا مش هديه؟ هديه، دخلتك الجنه، ده دخلتك من باب الباب الوحيد اللي اتسمى، ما تسماش باب الصيام، اسمه باب ايه؟ كانه بيعوضك عن اللي انت عملته. وكان لهذا الحديث يرد على امثال الذي قال بالسجاير ومش عارف ايه، انت امسكت نفسك حتى عن شهوتك، فهيبقى تبقى المكافأة إيه؟ كل على قد الإمساك هتكون الإيه؟ المكافأة. ولذلك أنا بقول لك، شوف القرآن قال صوم، والرسول قال لك قوم، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كأن به يقول تنفيذا لأمر الله في القرآن، ومن عنده هو صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيه؟ مش أي قيام، إيمانا واحتسابا. النتيجة إيه علاء؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. بذمتك دي عليها تسعى ولا لا؟ وعليها تبكي ولا لا؟ ان هل النهارده حد يضمن لي ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي مجرد ان انا اقوم ال 30 يوم؟ بيقولوا يعني الخسران فعلا هو اللي عدى رمضان ولم يعتق من النار ولم يغفر له. ولم يغفر له. ولذلك ولتكبروا الله على ما هداكم، دي انا مش عايز افوتها. لازم نشكر الله تبارك وتعالى. انت سالت سؤال كويس جدا، انا مش هقدر اصوم صيام تطوع بس اعلي الصيام ده، يبقى الشكر هنا ايه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصومه، اي باخلاص ايمانا واحتسابا. وانت في كل ده سايب الدرجه لمين؟ للكريم سبحانه وتعالى. ولذلك لما تسمع الايه اللي وراها تبين لك بقت منزلتك ايه عند ربنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الحمد لله إن إحنا بنتكلم الكلام ده النهاردة، يمكن نلحق بعض الناس اللي رايحين عمرة رمضان. الآية علاء في منتهى الإبداع. وإذا سألك، مش الناس،
ممكن كانت تمشي. واذا سالك الناس عني لان محمد ارسل للناس ايه صلى الله عليه وسلم للناس كافه. لكن كان دي منزله لمين؟ للي هياخدوا درجه العبوديه الحق، اللي هيبقى بيتشرف بانه عبد لله زي ما اتكلمنا زمان في وعباد الرحمن. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. الايه دي علاء لو انت اشتغلتها لغه كان المولى كاني بالمولى عز وجل يقول انه قريب من مين؟ من عباده بس، مش من اي ناس، مش من اي حد، انما الله تبارك وتعالى قريب من عباده. واذا سالك عبادي عني فاني ايه؟ قريب. على قد درجه القرب في عقيدتك وتصورك كلم ربك. فتلاقي واحد عمال يهاتي عند الكعبه، اللهم اللهم يا عم، بيقول لك فاني قريب فاني قريب. وهذا الكلام حدث بتوجيه مباشر من رسول الله، اذا اردتم ان تسمعوا، قال لاصحابه حينما كانوا يرفعون اصواتهم في الدعاء، اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا، بل انكم تدعون ايه؟ سميع قريب. بتزعق ليه؟ بتفضح نفسك ليه؟ اتكلم في حدود، يعني شوف بالله عليك، على قد القرب المسافة اللي بيني وبينك أنا بتكلم، مش متصور إن إحنا نبقى قاعدين قدام بعض كده أقول لك بص يا علاء. بتزعق ليه؟ ما علاء سمعك. يعني هنا علاء نقطة فاصلة في العقيدة، أنت عقيدتك كنه الله إيه؟ انه سميع وفهمها، قريب وفهمها، ما تزعقش. بالعكس، ده انت ممكن تعمل ايه؟ انا ضربت لكم زمان مثال، ولا مثلا الاخرس ده مش هيدعي؟ يعني يدعي ازاي؟ بقلبه. بقلبه. طيب انا عندي فاصل. طبعا اصل مشاكل التطبيق كثيره في الامه، وده اللي بيخلينا دايما بنقول ان احنا هدفنا في هذا اللقاء هو طريق الهدايه. ده مش مجرد اسم جميل للبرنامج، ولكنه فلسفه وتوجه. احنا عايزين في وسط الضلالات الكتيره والاخطاء الكتيره والمفاهيم المغلوطه والاخطاء الشائعه نوصل للطريق المستقيم اللي نمشي بيه، عشان بقدر الامكان نبقى بنطبق السنه كما فعلها وعاش بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته. فاصل ونواصل، تابعونا مره اخرى. مساله القرب ومساله الدعاء ومساله الصياغه اللي جت بيها الايه، برضو عايزين نقف عند الصياغه ونسال، هل الطريقه دي معناها ان احنا يعني توجيه ان احنا نسال وندعي، ولا ده رد على ناس سالت فعلا هو ربنا قريب ولا بعيد؟ ولعلم حضراتكم لا زالت هذه المقوله او هذا الاستفهام يتردد الان. جايز الانسان ما بيقولوش باللسان، لكن احيانا في ناس كتير بتتعرض لضغوط او بمشاكل تقعد تفكر هو ربنا قريب ولا بعيد؟ ربنا العظيم، الحاجه اللي احنا مش عارفين كنهاها دي، الخالق الأعظم، مش عارف أنا أوصفه كبشر بعقلي المحدود، كل الكيان العظيم ده اللي خلق السماوات والأرض والبشر والممالك المختلفة من الحشرات والطيور والحيوان، ففضيل أنا لو أنا كلمته هيسمعني؟ يا ترى هو حاسس بيا؟ شايفني؟ داري بالهم والألم اللي أنا بعيشه؟ لو كلمته هيسمعني؟ هيساعدني؟ ولا هي دنيا واللسان ماشي فيها؟ أنا شفت ناس كتير فعلا تقريبا بتكلم نفسها بتقول هذا الكلام في هذا المدار، يعني للاسف الشديد. لانه يمكن انا كنت اتكلمت معاك قبل كده في هذا الموضوع على مساله العقيده، ما حدش بيدوس فيها، ما بنحاولش نحط ايدينا على معنى العقيده او معنى حقيقه الاعتقاد. والمساله دي في منتهى الخطوره، ان المسلم يموت على تصوره، والاخطر منها انه يعيش على تصوره. ويمكن سورة الروم وضحت المسألة دي، واحنا كنا اشتغلنا بعض الآيات لما كنا جايين من الفرقان على مسألة منيبين إليه واتقوه. بس سورة الروم بتديك إيه؟ بتديك مسألة الأهواء، إن ممكن واحد على رأيك أنت يقعد كده وبعدين تستقر في عقيدته إيه؟ تصوره هو عن الإله الحق. مع إن المسلم الواعي لو أنت خدت بالك في الآيات هنا، تملي أن تستجيب لله دي قضية، وأن تؤمن بالله دي قضية، لأن في بعض الناس قد تستجيب ولا تؤمن، اللي هي مسألة الاعتقاد. يعني ما تقولش من باب التكرار إن القرآن يقولها،
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. انت محتاج لدي ولدي. والا كان المولى عز وجل قال فليستجيبوا لي، او كان قال ليؤمنوا بي بس وخلاص. لا، انت محتاج كمسلم للايه؟ للفرعين. لان استجابه المسلم من غير ايمان هتخليه يؤدي وحش. بالظبط، او بتصوره يؤدي وحش. بالظبط، او بتصوره. يعني من الله؟ لازم انا مش هعرف اوصفه سبحانه وتعالى، ولا افعل كنه. فلو اروح لفين؟ اروح لكتب العقيده، اسمع الناس قالوا ايه، العلماء، الرسول قال ايه صلى الله عليه وسلم في الله سبحانه وتعالى، القران قال ايه. يعني في توصيف الله تبارك وتعالى لما تيجي تمسك القران هتلاقي انت بتفكر في حاجه وهو بيمشلك بطريقه تانية خالص. تبدا باعتقادك في انه الخالق وانه الرزاق. بعضهم مثلا يقول الرازق، وده توصيف في منتهى الخطوره، لان القران ما وصفوش انه رازق، انما وصفه انه ايه؟ الرزاق. واحد يقول لك تفرق فرق السماء والارض من حيث الاعتقاد، واللي ما تفرقش معاه يبقى ما فهمش حاجه ومش ناوي يفهم. عايز اقول لك علاء ان انا ما اسيبش نفسي انا لايه؟ لتصوري. زي حكايه الله موجود، يعني يقول لك ربنا موجود، دي عند اهل السنه مصيبه، انه يبقى موجود دي مصيبه. ليه؟ لو خدت موجود دي على توقيع اللغه فيها يبقى هناك من اوجده. لان موجود اسم مفعول، اسم مفعول له واجد له فاعل. بالظبط. وبمنطق القران الواجد يبقى اولى بالعباده. لكن هو هيقول لك بسطاء الناس بيقولوها يعني ما ينفعش. ما ينفعش في العقيده، ما تنفعش. انت بسيط ما تتكلمش، خليك في بساطتك. انت فاهمني؟ يعني حتى دي قضيه تانية على فكره برضو في اللغه، يعني يقول لك ايه؟ بسط المساله، هو قصده سهلها. عارف بسط يعني ايه؟ يعني قول كتير. لان ابسط يعني افرد. افرد. فيقول لك انا هبسط المساله، ويقوم قايل لك كلمتين. قول له انت ما بتبسطش، انت ما انتش فاهم انت بتقول ايه اساسا. لان التبسيط لما قال يبسط الرزق لمن يشاء، بيقلل ولا بيكتر؟ بيكتر. ده البسط، انك تقول كتير، تشرح قوي. ولا تبسطها كل البسط. لا تجعل يدك مبسوطه. يبقى انت عايز تقول بقى ايه؟ يعني تيسير، تسهيل، غير تبسيط. يقول لك تبسيط كذا وكتاب قد كده ملخص. ده اقول له دي مصيبه، ده الاستاذ مش فاهم. تبسيط العلوم. ايوه. وتبص تلاقيه الكتاب ايه؟ كتاب صغير. قول له ده الاستاذ مش فاهم. يبقى هيفهم. فدي مصيبه ثانيه. العقيده علاء ما تنفعش تمشي كده. ولذلك في توقيع سوره الروم قال بل اتبع الذين ظلموا ايه؟ اهواءهم. ولازم تبقى بغير علم. فانت لازم ترجع لله تبارك وتعالى. انا مش عارف ما اقولش. انا قلت لك زمان اللي عايزين يقولوا موجود دول عايزين يقولوا ايه؟ واجب الوجود. مش موجود. موجود انا. انت. لكن هو سبحانه وتعالى واجب الوجود. لان زي ما قلنا وجود علاء بواجد. اما وجود الله بذاته. خلاص نعلم الناس تغير الايه؟ اللي على طرف اللسان. بدل ربنا موجود. الله كريم. الوجود. ربنا. ايوه غيرها. ربنا كريم. هات صفه. ربنا ايوه غفور. الله يفتح عليك. رحمن رحيم. ادي واحد. اثنين، هو بيقول فليستجيبوا لي. ايه مكانها هنا؟ مكانها علاء كان المولى عز وجل عايز علاء لا يزود ولا ينقص. لانه هيقول شويه حاجات جايه دلوقتي. بدايه من احل لكم ايه؟ ليلة الصيام. تعال فلسفها مع بعض. افترض مسلم قال لك لا يا استاذ علاء، انا همشي ان انا مش هجامع مراتي طوال رمضان حبا في الله. ده كده يبقى صح؟ لا. ده انت كانك بتخالف ناموس الكون. ده المولى لما قال استخدم الفاظ علاء، لو دققت دقيقه في الايات تقول ايه لازمتها. اديك مثال. هو بيقول احل لكم، انا معلش هروح وهرجع تاني، احل لكم ليله الصيام ايه؟ الرفث الى نسائكم. مش بس كانت دي تبقى كفايه. الرفث هنا اللي هي مساله ايه؟ الجماع والعلاقه الجسديه. هن لباس لكم. انا كان ليا سؤال فيها. مش كده؟ ليه ربنا بيشرح؟ مش كده؟ لان الرفث ده اهل اللغه نفسهم اختلفوا فيه. ففي ناس قالت الجماع، وفي ناس قالت مقدمات الجماع، وفي ناس قالت الكلام المتعلق بالجماع. فكأن ربنا بيقول لك خد
يعني خد شهوتك من المغرب للفجر زي ما انت عايز كأنك مش في رمضان، لأن دي صيانة احتمال الشهوة، إن ممكن علاء مش عايز، لكن أنا آسف الألفاظ يعني الراجل مش عايز زوجته عايزة. شوف ربنا يعني كأن بالله تبارك وتعالى يضع كل أمر في إيه؟ في نصابه. وربنا يا دكتور عارف النفس البشرية واحتياجاتها بالظبط، لأن لو كان افرض ما قاله سبحانه وتعالى حشان احنا نعدل يعني، لكن افرض إن هو كان قال لا مفيش خالص، يبقى خلاص كان هيبقى هو ده الصح. لكن لا انا بفترض ان التكليف كان كده، وفي ناس ضعيفه ما قدرتش ووقعت بقت عملت مصيبه. ما هو ده اللي حصل في بدايه التكليف. ما هو انت بتقول اللي احنا ايه لازم نقوله، ان حكايه الايام المعدوده والصيام من المغرب للعشاء ده وقع ناس في الخلط، الخطا اللي هو قال عليه بعد شويه علم الله انكم كنتم ايه تختنون. هنا واسعه قوي في اللغه، مش زي ما قالوها في الكتب. تختنون هنا يعني ايه؟ واحد عمل حاجه من الاثنين، يا اما خاف يجامع عشان ما يخونش نفسه، يا اما خون نفسه وما عملش، يا اما عمل وافرط وجه في الحرام بعد العشاء بعد. فالمولى ادالهم دي عشان يعرفوا قيمه دي. زي ما تقول عندك مثل يقول لك اذا ما دقتش المر ما تعرفش الحلو، مش عارف اللي ما دقش الملح ما يعرفش العسل. كل الامثال دي معناها ايه؟ انت بتشوف دي وبتشوف دي عشان تعرف ايه ايه الصح. ولتكبروا الله على ما هداكم. فالمساله علاء ماشيه تحت بند حديث قدسي مبدع جدا، المولى عز وجل بيقول فيه وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فما يجيش واحد يقول لعلاء لا انا مش هجامع في رمضان، قال يعني ده شاطر. وتيجي واحده تقول لك انا هاخد حبوب عشان امنع الدوره تجيلي، كل ده غلط. كل ده غلط. وواحده تانية تقول لك ايه انا هفطر انا مش قادره، وواحد يقول لك انا مش قادر، لا ده صح ولا ده صح. امال ايه الصح؟ فليستجيبوا لي. واستجابتهم تبقى من بند ايه؟ وليؤمنوا بي. ليه الاثنين دول؟ الغايه لعلهم يرشدون. الرشد على انك تعمل الحاجة على مدار كمالها، لا فيها زيادة ولا فيها نقص. ولذلك هكرر الحديث تاني، انا باخد منه بس شطر كده، وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. كويس. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل. لو انت لاحظت كل النوافل من جنس الفريضة، الله يفتح عليك، ما جاتش نوافل على كيفك، ما عملتش عبادة ما عملهاش الله أو رسوله. النافلة من جنس الفريضة. وعشان كده صلاة التسبيح لما دققنا في حديثها لقيناه موضوع، ولما تبص فيها تلاقيها خارجة عن إلف عدد الصلاة. مش الهيئ، مش أداء الصلاة وشكلها، مش شكلها. وحديثها ما تصدقش إن الرسول يقوله بصرف النظر عن العنعنة اللي فيه. يقول لك إن الرسول خد عمه على جنب وقال له ألا أعطيك ألا أحب عمه بس، وساب الأمة. يعني ده هذا مش دأب الرسول. اتنين، كنه الصلاة دي مش موجودة، كأن اللي وضحها ليه؟ عشان يخرجك عن الدين، عشان يبعدك عن الملة، عشان يجيبك لحاجة العقل يرفضها وتقول للناس إنها حرام والناس تعملها. ولما تسألهم عملتوها ليه، ما علاء شرحها لكم وقال لكم إنها حرام، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يا جماعة ده كلام اليهود، اقروا القرآن. يقول لك اصل احنا اتعودنا على كده، ده ابويا كان بيصلي. يا عم وابوك مشرع؟ دي مصيبه علاء. وبرجعهم تاني، فليستجيبوا لي. واستجابتهم لله تبارك وتعالى ولرسول على مدار ايه؟ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شكلك عندك فاصل. لا عندي سؤال. قول. مساله التكليف على مراد الله له حكمه طبعا. في بعض العلماء بتجتهد وما شاء الله بتوصل للاحكام وتشرحها للناس، وفي ناس ما بتعرفش. طيب عدم معرفتي يخليني اسمع الكلام وانا ساكت؟ ايوه. يعني دي مساله مش محتاجه بقى ان احنا نشرح فيها الكلام اللي بيقال من المستشرقين او بعض الناس اللي بتتهم الاسلام، يقول لك الاسلام دين يعادي العقل. ليه؟ لان الناس والشيوخ والعلماء بيقولوا للمسلمين ما تفكرش، اسمع الكلام وخلاص. لا دي مسألة متعلقة بالعقيدة، ربنا اللي بيأمر لازم أطيع. سواء عرفت الحكمة فبها ونعمت، ما عرفتش برضو خير، أنا بسمع الكلام بالظبط.
فالمشكله مثلا في مساله ان يبقى في تكليف ان لا ما فيش علاقه زوجيه خالص في رمضان واللي بيقع ده بقى ارتكب خطيئه. وانا عندي السؤال بقى ان في ناس فعلا يعني بتقع في الموضوع ده في نهار رمضان عادي بسبب ان هو ايه ما مسكش نفسه، إيه حصل مداعبه، الزوجه جت يعني تدللت شويه، حصل علاقه او ابتدى يبقى في يعني انه مقدمات الجماع ما مسكوش نفسهم وقعوا. هل ده يعتبر افطار عمد؟ وهو ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني الانسان لو فطر عمد ولو صام الظهر كله، لو فطر عمد ولو صام الظهر كله ما يعوضش اليوم اللي فطره ايه عن عمد ده. طبعا ده توقيع مبدع من الرسول، بيبين لك قيمه الايه الفرض في نهار رمضان. ليه؟ احنا قلنا من شويه لما كنا بنتكلم عن الورقه اللي احنا عملناها ان صيام التطوع في رمضان مش هتملاه، مش هتعرف تعلم عليه خالص، في حين انك انت صيام التطوع لو حبيت تملاه في غير رمضان مش هتملى اكتر من 13 يوم. ده يبين لك ايه عظمه الفريضه دي، وده معنى حديث الرسول انك انت لو افطرت يوم في رمضان تعوضه ازاي. طب عوضه، انت عارف يا علاء انك انت مثلا يعني على سبيل المثال لو ما صليتش المغرب في وقتها جماعه، بالتالي ما بتلحقش سنتها، لما بتيجي متلهج عشان تلحقها قبل العشاء زي ما بعضنا بيعمل، نعمل يعمل ايه؟ يا دوب يصلي الثلاث ركعات، فين سنتها؟ ده يبين لك ان الحاجه زي ما اتعملتش على مراد الله عمرها ما هتيجي على مراد الله. يعني واحد مثلا ضيع المغرب، قام عليا يقول له صليت المغرب الحق، يقوم يجري فاضل ايه؟ 10 دقائق، لا يمكن هياخد سنه. ده يا دوب يصلي الثلاث ركعات. وكمان طريقه اداء الصلاه هتبقى ايه؟ اداء مش اقامه. وهات واحد دخل المسجد والاذان بيأذن، او قبل الاذان بشويه، او بعد الاذان مأذن وهم لسه في الخمس دقائق بتوع او العشر دقائق، ده هيصلي الجماعه وبالتالي هيصلي السنه وهيخش مطمئن القلب والنفس، مطمئن وهادي. زي بالظبط اللي يروح مثلا على سبيل المثال، بصوا على الحرم، الراجل اللي راح بدري قبل الاذان واخد مكان مرتاح وبيصلي كويس، وتلاقي والكاميرا بتصور الناس كده في الحرم، او انت هناك تشوف تلاقي واحد واقف ماسك الحذاء بتاعه واقف محتار بين الصفوف لان ده جه ايه متاخر واكيد ما دخلش مع بدايه الجماعه ومش لاقي حته يدخل فيها، ولما يدخل متاخر ويبقى عليه ركعه او ركعتين، وعلى رايك يحاول يصلي بسرعه عشان الناس هتدنها معدي. يعني كل حاجه علاء تتعمل على مراد الله فيها يخرج جزاءها على مراد الله فيها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، بتمشوش بسرعة تمشون، فما أدركتم فصلوا وما ده توجيه تاني. إنما أنا بتكلم في اللي راح بدري وراح مرتاح وخد مكانه وقعد مطمئن، فأقيمت الصلاة أم صلاها مع الإمام تمام التمام، الإمام فرغ راح مصلي السنة، مرتاح لسه بدري على العشاء في وقتها زي ما احنا بنقول، التاني متلهوج على رأيك ومش هيصليها أبدا بعد الاطمئنان، وقيس على كده. اذا الموضوع محتاج نوع من التعقل، واحنا يعني بنتكلم عن الاحكام. ربنا سبحانه وتعالى ادرى بينا من انفسنا، ولما يحط الشريعه هي اشبه ما يكون سبحانه وتعالى بكتالوج لحياتك، منهج تمشي بيه. اذا كنت عايز تمشي على المنهج لواضع المنهج وخالق المنهج وخالق البشر اللي هيمشوا على المنهج هتريح وتستريح. عايز تحط انت منهج من دماغك وتشتغل وتتحمل النتيجه، لله الأمر من قبل ومن بعد. فاصل ونواصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه قريب وأنه هيجيب دعوة الداعي إذا دعاه. طيب وإذا ما دعاهوش، ومعنى الإجابة أو الاستجابة هنا يعني إيه؟ والناس اللي أحيانا بتبقى في أزمة أو مشكلة وتقول أدبا مع الله، ما هو يعني أدرى مني بحالي فأنا مش هدعي، أو زي ما في بعض الأنبياء والرسل يجي يدعي. ندي مثال، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قالوش أنا عندي كذا وبشتكي من كذا، يا رب مثلا اشفيني، يا رب ارزقني، يا رب بارك ليا، بارك في ولادي. لا، الصيغة واسعة، يا رب أنا في ضرر عندي وانت ارحم الراحمين. مفيش هنا صيغه سؤال مباشر، يا رب لو سمحت او ارجوك اعمل لي كذا. ايه الحكايه؟ هذه حكمه في هذا التوجيه الالهي،
خد بالك هذا الكلام قرآن، وأدام قرآن احنا بنقول مثلا أيوب قال كده، لكن انت بتقول قال الله تبارك وتعالى. دي نقطة مهمة جدا. واحد اثنين، لو تكلم أيوب بحاله لخرج عن الصبر. هذا الدعاء يترجم الصبر، كأنه يعني بيقول أنا مش عايز أشتكي. دي مش شكوى، في فرق بين الدعاء والشكوى. الرسول علمك على أن تعزم الأمر في الدعاء وتقوله بعزم، يعني ما تقولش مثلا اللهم اغفر لي إن شئت، نهى الرسول عن هذا. لا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما تقولش إن شئت. ليه؟ عشان تبقى العملية فيها إيه؟ دعاء. ليه؟ لأن الدعاء في صحيح الحديث الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء من العبادة. ليه؟ لأن المولى قال وقال ربكم ادعوني، ده فعل إيه؟ أمر أستجب لكم. هنا لما قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هنا التبس الأمر على بعض الناس في مسألة الاستجابة، لأن أنا قلت زمان لازم تفرق بين محمد وعلاء وصاحب عبد اللطيف ومش عارف إيه وبين المولى عز وجل. أنت لما علاء بيطلب حاجة من محمد أو محمد بيطلب حاجة من علاء، لازم بيبقى منتظر إن علاء إيه؟ ينفذ له اللي هو طلبه منه. إنما لما تطلب من المولى عز وجل، أنت فين بالنسبة للمولى عز وجل؟ من حيث إيه؟ من حيث تدبر الأمر نفسه. يعني أنا بطلب طلب من الله، الاستجابة إنه يحقق لي اللي أنا عايزه؟ لا، دي مش استجابة، دي تلبية. والتلبية مش من شأن الله، لأن ممكن الطلب ده نهاية مطافه وأمره يبقى ضدي، فلو نفذه الله تبارك وتعالى ما يبقاش إله. وادعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ عجولة. أنت بتدعي ساعات تصورك إنه شر، إنه خير وهو إيه؟ شر، وهو شر. يا رب أنا عايز البعثة دي، عايز أطلع بره، عايز أسافر. وشفنا بعينينا أصدقائنا وأصحابنا ومعارفنا يقول لك الحمد لله إن الشيء الفلاني ما حصلش بعد ما كان هو إيه؟ بيدعو به. لأن ده إله. وإحنا زمان ضربنا مثال بست اللي بتقول لابنها ربنا ياخدك. لو خده، ما هي دي دعوة. ربنا ياخدك دي إيه؟ دعوة. لو خده ما يبقاش إله. ده إله. إله إيه؟ أنت تدعو بإيه؟ بمفهومك، وهو يجيب بخبرته وحكمته وقدرته. فالبعثة اللي أنت كنت هتموت عليها ما جاتلكش، فدخلت في منصب أقل منها، فترقيت بقيت عميد الكلية، واللي راح البعثة دنه في البعثة، ورجع لك من هناك بذنوب ومعاصي. تلاقي الفرق شاسع بين اللي أنت كنت طالبه واللي استجاب لك فيه المولى. انت كنت عايز خير، طيب انت ما انتش عارف الخير فين. اجاوبك برضو ولا احقق لك الخير؟ اهو كده، ادي الاستجابه على. يبقى كلمه استجب لكم يعني ايه؟ يعني اعمل اللي ينفعكم في الدنيا والاخره. بدليل الحاجه اللي ما بيجاوبها، اللي ما بيلبها لكش في الدنيا بيبدلك فيها ايه؟ قصر في الجنه. يوم القيامه الراجل اللي كان بيدعي ولا يلبى، مش ولا يستجاب، ولا يلبى، هيقول ايه؟ يا ريتني ما كانش ربنا يعني لبى لي حاجه. الحبه اللي استجاب له فيهم من وجهه نظره، هو استجاب في كله، لان توقيع القران مبدع. قال ايه؟ ادعوني ها استجب. استجب مش معناها البي، استجب معناها اعمل لك اللي في صالحك، يا في الدنيا يا في الاخره. لكن اللي انت خدته في الدنيا راح فين؟ راح في الدنيا. واللي انت ما خدتوش تلبيه خدته استجابه في الجنة. بنفس مفهوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل السيدة عائشة عن الشاة اللي ذبحوها. الله يفتح. وزعنا ايه؟ فاكر المثال ده؟ وفضل ايه؟ هو ذبحها وسابها ومشي. وقال لهم وزعوها. لما رجع قال ما بقي منها، وده سؤال لغوي عالي. فقالت له وزعنا ثلاثة أربعة وبقي لنا الربع. الرسول صح المفاهيم على طول، قال بل بقي لنا ثلاثة أربعة، اللي خرج ده. اللي خرج لوجه الله. قالت له لا، ده الربع جوه، يعني اروح اجيبه مش ثلاث ارباع. قال لها ما عندكم ينفد، اللي جوه ده هيتاكل، وما عند الله باق، الثلاث ارباع هم اللي فضلوا لينا. فده مفهوم لغوي، انت بتقول كلام ما انتش فاهمه. ولذلك وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يجي واحد يقول لك ايه؟ ادعو ولا يستجاب لي. قول له الكلام حرام، الكلمه غلط. انت عايز تقول ادعو فلا ايه؟ يلبي لي.
وهو ما قالكش ادعوني ألبي لكم. صدق الله فيما قال، أستجب لكم. أستجب يعني إيه؟ أعمل لك اللي في مصلحتك ولو كانت رافض الدعاء. أدي معنى الإيه؟ الاستجابة. الاستجابة معناها علاء بيسأل بخبرته المحدودة، فبيسأل مين؟ الخبير الأعظم الحكيم. ده لو عمل لعلاء الحكاية دي يضيع علاء. يعملها برضه؟ لا. واحنا بقول لك مثال الست اللي بتقول ربنا ياخدك، راح واخده. الست دي يحصل لها ايه؟ ده يعني هيضاف الى حزنها على فقد ابنها احساسها بالمسؤوليه ان هي اللي عملت كده. ده تضيع. فربنا ما بياخدوش. اهو ده استجاب. هي دعت وهو ايه؟ استجاب ما لباش. لو لبى كان عمل ايه؟ راح واخده. وده إله حكيم. أنت بتتكلم كله بدماغك بخبرتك المحدودة، أنت كبشر أنا كبشر. لكن المولى عز وجل بيقول إيه؟ وإذا سألك عبادي عني. عارف يا علاء، لما بسمع فإني قريب كأني بالله تبارك وتعالى أقرب إلي مما أنا فيه لأسأل. بدليل أسألك سؤال فني قوي. لما علاء اتولد سأل الله الرزق؟ لا. طب رزقه ولا ما رزقوش؟ يبقى هو اقرب من سؤالي. مش كده؟ ده ادالك قبل ما تدعي. لما المولود بينزل يقول لك امه في غيبوبه، تلاقي واحده انا برضع، ادوله يرضع. لما ما لقيناش دي عملوا اللبن الصناعي. الام ماتت، تلاقي واحده خدته ربطه، تلاقي ابوه اتجوز. حق ترتيبات يا علاء انت بره اللعبه فيها. انت لسه ما سالتش اهو. الله يفتح عليك. ده اداني قبل ما اساله. يبقى عشان كده الدعاء هو الايه؟ هو العباده. ليه؟ هو رزقك قبل انت ما تطلب. يعني من طلب الهواء ليتنفس؟ من طلب الطعام والشراب وهو لسه مولود ما يعرفش حاجه خالص؟ ويجي لك يقع في ايد الدكتور يعمل له مش عارف ايه، اثناء ايه فايه فينجو. ده انت دعيت في دي؟ لا دعيتها ولا طلبتها ولا تعرف ولا انت في وقت يسمح لك. الطفل الصغير. فدنك ماشي بعطاءات الدعاء من غير ما تطلب. وربنا عمال يديك. النفس تتنفس والماء والهواء وبعدين الطعام وبعدين الشراب وبعدين الشهوات وانت ماشي 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 ماشي. كل ده عطاء بلا دعاء. فأين الدعاء؟ لما تعمل ايه؟ العقيدة. لما تعرف انت بتسأل مين. ولذلك الدعاء لما تمشي في القرآن ما جاش غير مع التكليف. الآيات اللي معانا دي آيات إيه؟ تكليف. وإذا سألك عبادي عني فإني، كأن التكليف نفسه يجيب حاجة يقربك بها من المولى عز وجل فالمولى يكافئك. ولما تدعي علاء تدعي وأنت يعني يقول لك وأنت واثق من الإجابة. واثق هنا يعني إيه؟ لو أنت شاطر قانع. وأنت ضربت مثال جميل، البعثة ما جاتش، اقول يبقى هو ده الصح. ابقى انا قانع. تخيل ان في ناس حياتها بتنهار بسبب يعني عدم استجابه. في حاجه فيصل كده يظن ان هي دي محور حياته. نهايه الدنيا. يعني كان بيحب واحده ومتعلق بيها. برافو عليك. ويدعي يا رب يوفقني عشان اتجوزها. قيس بقى على كده. يحصل انه ما يتوفقش، اهلها يرفضوا، البنت يحصل لها حاجه، اي يعني اي مانع. شفنا واقع ينهار ويقول انا حياتي انهارت وانا كنت متعلق بيها وهعيش ازاي من غيرها ومش عارف ايه. وبعد شويه يكتشف انها اتجوزت واحد تاني وطلعت مثلا سعديه النكديه اللي مررت عيشته. والحمد لله جت في غير ما جاتش. مش كده برضو؟ وانت واثق من الاجابه علاء، عايز ناخدها الثقه بالوثوق بالقناعة. ولذلك أنا مؤمن جدا بهذه الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه حق. أنت يا ربي أقرب إلي قبل أن أدعو. أنت اديتني قبل ما أطلب، فلما أطلب أكيد هتديني. فإذا اديتني حاجة مش على هوايا اعلم أنها الإيه؟ الصواب، وأن هذا هو الأفضل. ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. واحد يقول لك أغنى إيه؟ ده أنا فقير. هذا هو الغنى، هذا هو عين الغنى. لأن المال عند بعضنا ها ابتلاء وما بينجحش فيه. يبقى اللي ما ادالوش
الحمد لله، واللي اداله الحمد لله، واللي نص ونص الحمد لله. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، اللي جاء مبتاع فليستجيبوا وليؤمنوا لعلهم يرشدون. وبعدين يوجهنا بقى سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام. اللي ما كانش إيه، لما تسمع أنت بالله عليك أحل لكم، تعرف إنها كانت إيه؟ ما كانتش حلال، كانت محرمة في بداية التكليف. يبقى الحكاية كانت مش كده، فربنا ادهنا مش كده عشان لما تبقى كده تبقى نعمة ولا لأ؟ حاجة كانت. ويبقى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مع انه قال شهر. الاول كانت ايام كانت احسن، لا خليها شهر، لان الشهر اداك فيه سعة ان انت ممكن من المغرب للفجر بعد ما كانت من المغرب للعشاء، والنوم يعطل عليك المسألة. وعندنا حكايات كتيرة مش عايزين نصدع الناس بيها، ان مثلا واحد فطر جه يطلب مراته قالت له ما ينفعش، قال لها فاضل نص ساعة على العشاء، قالت له أصل أنا نمت. فالنوم كان يحرم حكاية الجماع على الطرف، على واحد من الطرفين. يعني مش أنا ما نمتش ينفع، لا أدام هي نامت يبقى إيه ما ينفع. كل ده لما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تحقق في قول الحق إيه؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. التوقيع الرفث محدد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني إيه لباس؟ اللباس يسترك، يعني عايز يقول لك خد العملية الجماع كاملة كأنك مش في رمضان. من إيه؟ من غير حرج ولا حساسيات، ولا حساسيات، ولا تخون نفسك، ولا تقول ما مش هعمل عشان إحنا في رمضان ما يصحش. ده كلام كله غلط، وعلى رأيك واللي بيجامع في نهار رمضان غلط، لا ده صح ولا ده صح. لكن خذ ما أحل الله واترك إيه ما نهى عنه الله. ولذلك قال إيه هن لباس. التعبير لازم أقف عليه. ليه اللباس؟ اللباس بيعمل إيه؟ بيعمل ستر للبدن. فعايز يقول لك خد عملية الرفث كامل، لأن بعضهم أول الرفث إنك أدام في رمضان بس تدعبها وخلاص، ما تعملش عملية الجماع كامل. لا، شرح لك إنك تعملها إيه كاملة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذه من الآيات اللي هي بعتبرها أنا حجر زاوية في القرآن، لأن لباس لا يمكن تمشي بمعناها. ولو حبينا نترجمها، فاكر إحنا ضربنا بها مثال في الترجمة. لا يمكن تترجم لباس، لكن تترجم لازم معنى. أهو كده، سكن. سميها مودة، سميها رحمة، سميها سكن، سميها زي ما تسميها، لكن مش هتنفع تترجمها لهم ايه لباس. طيب خلصنا. نختم اللقاء ده بس ملحوظة صغيرة، عشان يعني انا برضو شايفها حاجة ابتدت تنتشر في مجتمعاتنا. عند الحديث عن القضايا اللي فيها كلام عن الجنس او كلام عن المشاكل الزوجية، علاقات الفراش، انا لاحظت ان تناول الاعلام، الصحافة، التلفزيون بالتحديد، التلفزيون، محطات فضائية، بقى في برامج بتتكلم عن هذه القضايا. انا شخصيا يعني ضد ان يبقى يتقال في موضوع ما نتكلمش فيه، موضوع حساس دينيا سياسيا، لا، كل الامور من وجهة نظري لابد ان تطرح للنقاش. لكن هي التناول هو اللي بقف مع حضرتك فيه، ان الفاظ القرآن الكريم هي الفيصل اللي بتعلمنا ادب الكلام عن المسائل اللي فيها طبعا الحرج. طبعا فلا يجوز ولا يصح ان يطلع ناس او سيدات تتكلم في مسائل، مثلا مشاكل جنسية وامراض جنسية، على الهواء في الفضائيات بكل التفاصيل. يعني في نصائح عامة وكلام يعتبر من باب النصح والإرشاد والتوجيه وتصحيح المفاهيم الخاطئة، أما الدخول في تفاصيل معينة ده لازم يبقى في العيادة زي الدكتور التاني العادي. أنا ما بقولوش مثلا يا دكتور أنا حاسس أن عندي صداع وعندي الضغط، لو سمحت اكشف عليا وانت في الاستوديو وانا قاعد في بيتنا. ما ينفعش. بيقول لي لا، بيسألني شوية أسئلة كده عامة ويقول لي طب حضرتك شرفني في العيادة عشان اكشف عليك واقيس لك الضغط واقول لك انت عندك ايه. لان مش معقول يبقى ابني الصغير وبنتي الصغيره قاعده ويبقى في سيده او امراه محترمه بتتكلم في الفاظ جنسيه بحته ومشاكل لها بعض الخصوصيات التي لا تقال الا بين المريض وبين الطبيب. واقول معلش، ما احنا يعني عايزين نعلم الناس. ولا حياء في الدين، دي كلمه مصيبه. مصيبه. بص، فانا عايز بس نصيحه سريعه كده ارجوك، عشان لا حياء في الدين هذا اللفظ يعني يخرج عن الادب اللغوي الصحيح. هو لا حرج في العلم، مش لا حياء في الدين، الدين كله حياء. وفي مساله الحياء، اذا كان يجب ان يكون للرجل حياء فللمراه حياء مضاعف.
وهذه مسائل لا تقبل المناقشة. وزي ما أنت قلت في أماكن في العيادة بيني وبين علاء أقول اللي أنا عايزه، لكن على الهواء لا يصح هذا. ودي مسألة يعني احنا بنطبق فيها ايه التمدن والحضاره والتحاور مش عارف ايه والعلماء لا نتكلم بس بالالفاظ دي وبالضوابط دي بادب بالادب الذي علمه لنا القران. نعم، جزاكم الله كل خير. بس ملحوظه يعني انا يعني حبيت اختم بها هذا اللقاء حتى تعم الفايده وبرضه يعني نراجع نفسنا في هذا المسلك. المسيره مستمره في دراستنا لحاله الصيام وحاله التقوى، المراد منها ان احنا ندرب نفسنا على قيادة النفس. انت خرجت من رمضان شكلك ايه؟ هو ده السؤال لازم كل انسان يسأله نفسه، كسبان ولا خسران؟ ان شاء الله كلنا كسبانين في نهاية الشهر الفضيل. شوفكم بألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.